هيك خيي برهوم، انت شو قررت مشان الشغل؟ رح تبقى بالمينا ولا رح تسافر على البلد؟ والله يا مفيد لو كان مرجوح الشغلة إلي ما بترك المينا ابدا، خصوصا انت بتعرفني انا ما بحب الزراعة من صغري، بس اخي اللي كان عم يشتغل هنيك تعبان ومطروح بالفرشة وارضنا عم تبور، واللي صاير انه ما في بالميدان غير حميدان. يعني مصر؟ ما في شي بيدي. بتعرفوا يا جماعة انا بحياتي كلها ما اكلت اطيب من هاللقمة. انتوا رديتوني للحياة، الله يحييكم. لك ان شاء الله الف صحة يا احلى مفيد. صحتين وانا. شو جابوا هدول؟ قلت لي انه ما راح يطلعوا دورية اليوم؟ صحيح شو جابوا؟
صدقني يا معلم انه الرقيب الناوب هو اللي قال، بس من يوم ما اجى الرائد الجديد خربط كل الشغل. تتخربط مصارينك ببطك انت وياه، منيح اللي ما كنا محملين. ما في شيء سيدي. اهلا. صباح الخير. اهلين ابو البر. اهلين وسهلين. يا ابو البر تفضل. وصيت ابو العبد يمر عليك بين فتره وفتره، بالمناسبه هو راح يسعى لك برخصه الدخان، واذا تيسر الموضوع تصير امورك احسن يعني. وانا كل ما نزلت على البلد مر لاطمن عليك منيح. أنا سبق وقلت لك إنه أنت رجل شجاع، والرجل الشجاع ما بتهمه أي مشكلة مهما كانت، بس بشرط واحد، إنه ما يتنح، لأنه إذا تنح بيصير هو المشكلة بحد ذاتها. أنا بعرف إنه ظروفك صعبة، بس اللي بعرفه كمان إنه أنت مالك هين. يلا بخاطرك وسلم لي كتير السلام على أخت لبيبة. عم تحاكيني كأنه ما عاد نشوفك. قلت لك أنا كل ما نزلت على البلد بمر بطمن عليك، بعدين الواحد ما بيعرف شو بيصير معه. ابو البر معلش، اذا طلبت منك الطلب. لك انت بتأمر ابو الوحوش؟ شايف الطله ما احلاها، بشرفك مو حلوه وبتطير العقل كمان. جاي على بالي شوف البحر من الطله. لا سيدي بلا لك ياها، بعدين عندك كل هالبحر قدامك، ما بتعرف تقعد الا هنيك على الحفه. بترجاك جاي على بالي يكون قريب من البحر اكثر شيء. طيب هلا اذا انا نزلتك لتحت مين بده يطلعك؟ ولو انت كل خمس دقائق بتنزلني وبتطلعني. يلا ابو البر سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مسك احمد مسك. يلا ولا يهمك. بدك الصراحة فعلا طلي من هون غير شكل. أنا طول عمري كنت أتمنى أصير بحار. إيه تلي هيك شي بالحبس. يلا مفيد خليني طالعك. اتركني شوي. لك انا بدي امشي ارجوك.
باين انه رجعوا على المينا هدول. ايه وهاد ضهر ظهره كمان، يبدو ما في تسليم اليوم. الله يعطينا خير هالنهار. لقيته يا معلم، لقيته. لمين؟ للوحش. مفيد الوحش؟ ايه مفيد الوحش. طلع على هداك البيت اللي براس الشير الصغيرة. فز على حيلك ولا فز ودافع عن نفسك حتى ما ينالني اخذتك غدر. اجاك الموت يا عدو الله. انا بعرفك ندل وممكن تاخذني غدر مثل ما جربت المره الماضيه، بس اذا كان فيك ذره كرامه او رجوليه نزيل انت لعندي، لاني ما عاد اقدر فز. اللي بيودي التاني على جهنم بالاول الله لا يرده. نزل اللي عندي. انت مالك غريمي. Thank you.
اهلين ابو العبد. كاني شفت البطحيش والحنش تبعه رايحين من هون. شو بده؟ ما في شيء، جاي اطمن على رجلي. لشو هدول الكراتين؟ هدول اغراض للدكان، كروزين دخان وشوية حلويات وسكاكر، وجبت لك كم شغلة بحرية، جبت لك اياهم بالدين، نبقى منحاسبك فيهم بعدين. ولشو كل هالشي؟ في بياع دخان. ما عنده دخان. ليش طلعت لي الرخصة؟ ولو ما قلت لك انه عندي ابن عم بالسرايا حلس ملاس، بس الصراحة ما خلينا جهة بالبلد الا واخذنا موافقتها. داري لك بيع الدخان شغلة مهمة. شرف يا سيدي المعتبر، هي صرت بيع دخان مفتخر. تشرفنا. ولشو هذا اللوح؟ هذا لوح بدي ادهنه. اتفقت مع واحد خطاط يجي يكتب لنا عليه حتى الناس يعرفوا انه هون دكان ويجوا يشتروا من عنا. وشو بدك تكتب عليه؟ رح خليه يكتب عليه يوجد عندنا دخان وخلافه. صراحة انت يا ابو الافكار يا ابو العبد. مثل ما بيقولوا الحاجة ام الاختراع. ايه سيدي، وكمان اليوم مريت على شباب المينا وفهمتهم انك رجعت ومستعد تاخذ منهم كل شيء بيجيبوه، وان شاء الله ما بمر شهر الا وبتتحسن احوالك بصير فينك تعتمد على حالك. بس والله يا ابو العبد حاسس اني مو خرج بيع وشري. دخيلك، هلا انا خرج دهان. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ناولي شي كاسة مي الله يخليك. على راسي. ابو العبد طالع لي رخصة الدخان. الله يطالع له الساعة كيف ما دار وشه. شو هي؟ هذا لوح رح يساوي لي اياه أرما ويكتب عليه يوجد عندنا دخان وخلافه. خير يا معلم، مو من عوايدك تصفن كل هالصفن. لا تكون ندمان لانك ما قتلته لمفيد الوحش. عليم الله اذا منشان هيك، اذا بدك هلا ها هلا بطلع بقتلك يا وبرجع. صدق منال انه الحمار الصغير بس يكبر بيصير حمار كبير. يعني بتحب؟ بحب تتركني لحالي. مو غلط. خلافه بالهي ولا بالواو؟
الله يعين عمك، انت بين الخطاطين مثلنا بين التجار بفرد شكل. هلا صحيح، وخلافه بالهي ولا بالواو؟ والله يا ابو العبد عرفت لمين تسال. ايش مفكرني سايب ابوي انا؟ وخلافه بالواو عمي بالواو. هي أنا وأختي لبيبة رتبنا لها كل شيء. هلا عن إذنكم بتكون مرتي بلشت تسبك. عود شرب لك كاسة شاي. دير بالك على شغلك. خاطركم. مع السلامة. حسبتي أبو العبد بحق الأغراض؟ إيه طبعاً. بس الكروزات والأناني ما حسبته فيهم، قال هدول حسابهم لحاله. أم الألوم؟ إذا تجارتنا ما مشيت، شو بدنا نساوي بحالنا؟ أنا باكل سكاكين. وأنا البحر قريب. كاتبين عم تبيعوا دخان وخلافه. شو هالخلافه اللي عم تبيعه؟ شوفت عينك. كم عم تبيعوا الوحدة؟ بدعش. كم وحدة عندك منهم هلأ؟ تنتين. فينك تأمن لي غيرهم؟ لعيونك قد ما بدك. يا معناتها رح صير زبون دايم عندك. صر لي أنيتين. على عيني. عندك لوكي؟ ايه في. كم الكروز؟ بيدعش. إيه لا كمان بيدعش؟ إلا ربع. أعطيني كمان كروزين. بس ما عندي غير واحد. هاتو. بكرة بمر عليك بركي بتكون أمنت لي شي اثنين كمان. إلى عيونك. شرف هي الأناني. وهي الدخان. تفضل. بسم الله. بقي لك ربع. بكره بنتحاسب فيها. كتر خيرك. مبسوط على حالك؟ طبعا. انا هلا حسيت اني طلعت من السجن. شو هالاناني والكروزات اللي بعتهم؟ هدول مو مرخصين ما هيك؟ لا هدول شغلات بحريه. هلا معقوله انت تشتغل بالتهريب؟ هذا مو تهريب. هي شغلات بحريه. وشو الفرق بين التهريبات البحريه او البريه؟ ما كله واحد. هلا معقول ما عم تقدري تفرقي بين التهريبات وبين الشغلات البحريه؟ انا شايفه انه كله نفس الشيء. هالشيء فيه مخاطره. لعيونك يا لبيبه، لعيونك بتحلى المخاطره. اصلا الحياه بلا مخاطره ما لها طعمه. بس انت. انا شو؟ انا مفيد الوحش.
ما بيقلي شي من المركبة اللي كسرته العاصفة إلا الخشبة يتمسك فيها. اتركي لي عزة نفسي لأنه ما بيقلي شي بهالدنيا غيرها. روح جيب الكروزات احسن ما يخموا عندك، لانه معلومك السعر اللي بحطه ما حدا بيسترجي يكسره. صح النوم، الكروزات انباعوا وراحوا. لمين بعتهم ولا؟ لمين بعتهم؟ احكي اما بشلخك ها؟ اخذ المفيد الوحش. وحش؟ ليك الكلب ليك بترميه بالبحر بيطلع بتمه سمكة. ايه مو غلط. يسلم ايديك. دير بالك على حالك. ها
انت انسان ما في منك. انا عم احاول اكون انسان. وفوق هالشي انت حكيم، انت بتعرف كيف تداوي جروح الروح. انا لما بلاقي واحد محتاج بساعده. مرحبا. يا اهلين ولا سهلين بهالوش الكشير. ايه مو غلط، انا ماني جايت اهلا وسهلا عندك. احكي شو بدك ونقلع. مو غلط، انا جاي اتفاهم معك. انا ما بتفاهم مع صلايط. يلا صليت من هون ولا؟ ايه مو غلط، بس مع هيك لازم تسمع كلامي. بيقولوا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، وانت قطعت لي رزقي، مشان هيك انا جاي اتفاهم معك. تنقطع رقبتك ما أزنخك. كيف بدي أقطع رزقك ولا؟ مو غلط. أنت عم تقطع لي رزقي لأنك عم تضارب علي. من يوم ما حضرتك بلشت تشتغل بالتهريب ما عاد حدا جاب لي شيء. لأنك طميع وبدك تاكل البيضة والتأشيرة. أخي نفع واستنفع. ليكون مفكرني المرحوم حليش أو واحد من اللي بتتصلبط عليهم. لك انا مفيد الوحش ولا؟ مو غلط، انت كنت مفيد الوحش، انت هلا مفيد لبسين. نياو. هلا فهمني فهمني، راح تدفع ولا بخلي الجمارك يتونسوا فيك على بكره وعشي؟ لك بتعرف على شو انا ندمان يا زلقوط الكلب؟ عشو؟ اني ما رميتك بالبحر مثل حسون الخمسه. يا حبيبي يا مفيد الوحش، تعرف انك من اليوم وطالع رح تندم على شغلات كثيره كثيره. تشاو تشاو. مرحبا. اهلين عمو. اهلين. انا بنت ابو زكي اللي وصاك امبارح على كروزات الدخان. اهلين وسهلين. بسلم عليك بابا، بقول لك اعطيني الكروزات، اذا كان بقيان عندك زيتون يوناني اسود اعطيني كيس. يا لعيني. هي الكروزات عمو.
شوي زيتون. يبقى سلمي لي على ابوك. الله يسلمك، شكرا. مرحبا ابو الوحوش. جبت لك بضاعة ذهب. الله يسلم الايدين يا ابو العبد. شبك؟ مالك على بعضك؟ تصور الزلقوط اجى يهددني. بده مني خوة ابن 600 كلب. الله يلعن هالزمان اللي خلى الدبان يهدي على وشي وما قدر كشه. اجى لهون كمان؟ ليش وين شفته؟ أنا ما شفته. بس فاتل على الشباب اللي عم يوردونا البضاعة ومهددهم. بس ولا يهمك، أعلى ما بخيله يركبوا. شو بتأمر؟ دورية. خير؟ ليش مشرفتنا دورية الجمارك اليوم؟ اجتنا اخبارية انك عم تشتغل بالتهريب. لا يا عمي، انا بياع دخان ومعي رخصة نظامية على 24. تانيا بيع شو ما بعت، مو احسن ما ادور بالشوارع واشحد؟ انا ما دخلني فيك ولا باوضاعك، بس لازم تعرف انه التهريب ممنوع. لك يا اخي انا لا عم هرب ولا عم بتعتر. أنا في العتالين بالمينا بيجيبولي شوية شغلات من اللي بيسلكوها وأنا ببيعها للناس حتى أعتاش. مالك شايف حالتي؟ أنا ما بتهمني حالتك، اللي بيهمني عم تجيب بضاعة وتهربها، والتهريب ممنوع. لك يا أخي خاف الله بقى، شايفني عاجز وجاي تتمرجل علي وعم تصرخ بوشي كمان؟ أنا ما عم بصرخ بوشك، بس معقول؟ ما لقيتوا حدا غيري بهالدنيا، روحوا دوروا على اللي عم يهربوا حمولة بغال وسيارات. لك اتقوا الله يا جماعة. يلي بيتقي الله ما بيشتغل بالتهريب. نقلع من هون ولا؟ ايه مو غلط، بس انا جاي اطمن اذا قريت المكتوب ولا لا. شو باختصار، رح تدفع ولا ما رح تدفع؟ ليش ما جبتي فنجان ثالث؟ لمين؟ للبحر. بعدين هذا الكلب بيهمني امره، تكرسح ولسامه نخيره بالسما. شوف يا زلقوط، اذا بيهمك تربيه لازم تعمل عليه افساديه نظاميه، وساعتها بيبعتوني أنا، وما بيصير إلا اللي بدك. أنا ما بعرف هالشخص وبيعملي ما شفته. لما كنت جوع أو أحتاج أي شغلة كنت أنزل بنفسي. مفيد يا وحش، ولك أهلا، ولك أهلا. مفيد الوحش، انت هاجمت الشرطة العسكرية الفرنسية، مين حرضك على هذا الفعل؟